السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا دلوقت الاشتقاق الضمني أو الامبليست ديفرينشيشن. الفكرة كلها إن أنا عندي نوعين من الدوال أو شكلين. الشكل الأول إنه يديني الواي بيساوي الـ f of x كدالة صريحة، يعني دالة في متغير واحد فقط، ويجي يقول لي مثلا إن الـ f of x بتساوي 5 x تربيع زائد 4 x. دي مشتقتها كام؟ مشتقة الخمسة إكس تربيع تبقى 10 إكس، ومشتقة الأربعة إكس تكون 4. إحنا هنا بنشتق بالطرق العادية ومفيش أي مشكلة. أو إنه الدالة ما تكونش في متغير واحد فقط، لكن في أكتر من متغير. يعني مثلا ممكن أقول لك إن أنا عندي الواي تربيع زائد الإكس تربيع بتساوي 5. الدالة دي دالة عشان اشتقها فانا بستخدم الاشتقاق الضمني. احنا بنشتق في العادة بالنسبة للمتغير x، يعني معنى كده اي حاجة x هنشتقها بالصورة العادية، اي متغير تاني غير ال x بنضربه في مشتقته. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حضرتك عايز تشتق دي هتيجي تقول لي مشتقة ال x تربيع تبقى 2x، طب مشتقة الواي تربيع تكون 2y. طيب ايه الفرق؟ ما انت ما عملتش حاجة. لا، مع مشتقة الاتنين، مع الاتنين واي هنضرب في واي داش. يبقى اذا اللي انا عايز اقوله انه بالنسبة للاكس هنشتق عادي خالص، بالنسبة لاي متغير تاني غير الاكس اللي انا بشتق بالنسبة لها فالمفروض بنضرب في مشتقة المتغير دوت. طبعا الخمسة مشتقتها الزيرو. هتوضح لنا الأفكار ديت مع التمارين بإذن الله. أول تمرين جاي بيقول لي أوجد لي الواي داش اللي هي المشتقة أو اللي هي دي واي باي دي إكس لو كان جذر إكس زائد الجذر واي بيساوي 1. أوكي، قلنا لو إحنا بنشتق الإكس مفيش مشكلة، مشتقة الجذر إكس، الجذر إكس كان مشتقتها 1/2 الجذر إكس، أو لو حضراتكم فاكرين كنا بنقول مشتقة الجذر التربيعي اللي موجود في البسط بتساوي مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر، والإكس مشتقتها 1/2 الجذر اللي هي 2 جذر إكس. طيب بالنسبة للجذر الواي، جذر الواي مشتقتها 1/2 جذر واي برضو، لكن قلنا هنضرب في مشتقة بتاعتها يبقى نضرب في الواي داش. طبعا مشتقة الواحد لأنه عدد ثابت بتطلع بزيرو في كل الأحوال. نرتب شغلنا أو نودي الواحد على 2 جذر إكس الطرف الثاني تبقى بإشارة سلبة. ليه؟ لأن هو عايز الواي داش لوحدها. يبقى إذن الواي داش مضروبة في 1/2 جذر الواي بيساوي -1/2 جذر إكس. يبقى إذن الكمية دي مضروبة، فما نوديها الطرف الثاني تبقى مقسومة، أو نحولها لضربة بس نقلبها. يعني معنى كده أنه هيكون -1/2 مضروبة في 2 جذر الواي على 1. شايفين حضراتكم انا قلبتها، فالمفروض هنا يبقى كام؟ -1 اما نضربها في 2 هتديني -2، الواحد في جذر الواي هتديني جذر واي، على المقام اللي هو 2 جذر الاكس مضروب في الواحد اللي هو 2 جذر الاكس. طيب هنا في 2 وهنا في 2 نطيرهم مع بعض، يبقى اذا الواي داش بتساوي سالب جذر الواي على جذر الاكس. التمرين ممكن يجيني يقول لي اوجد لي المشتقة كده مباشرة، او ممكن يجي يقول لي ايه هات لي السلوب. حضراتكم كنتوا عارفين ان السلوب او الميل الخاص بدالة ما هو المشتقة الاولى بتاعتها عند قيمة معينة. حاجة اقول لك والله قيمة الاكس كانت 2 مثلا والواي كانت 3، تعرف تجيب لي الميل؟ يبقى لازم سيادتك تجيب لي المشتقة الاول. جبنا المشتقة كانت سالب جذر الواي على جذر اكس. طب ما انت عندك الاكس كانت باتنين والواي بتلاتة، يعني يطلع بيساوي -2/3. ممكن كمان اقولك هات لي معادلة الخط المستقيم او المماس اللي بيمر بيه نقطة معينة وميله اللي انت هتحسبه باستخدام اللي هو الامبليست ديفرنشيشن. نفس الحاجة، اهم تركة في الموضوع ان انت تعرف تشتق الدالة. نتنقل لتمرين تاني جاي بيقول لي باستخدام الامبليست ديفرنشيشن هات لي الواي داش لو المعادلة بالشكل ده. طيب
يبقى إذن الـ x أس 4 ناقص الـ y أس 4 ناقص 2 x تربيع y بتساوي 23. مشتقة الـ x تربيع يبقى 4 x تكعيب، مشتقة الـ y أس 4 تبقى 4 y تكعيب مضروبة في الـ y داش. إحنا قلنا بنشتق بسرعة عادية وبنضرب في الـ y داش ناقص 2. نيجي بقى هنا للنقطة دي، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاصل ضرب دالتين. حضراتكم كنتوا فاكرين قانون حاصل ضرب دالتين، كنا بنقول مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية في الأولى. طيب نعملها إزاي هنا؟ هنيجي نقول مشتقة الإكس تربيع هتطلع 2 إكس، الدالة التانية اللي هي مين؟ اللي هي الواي، نزلنا الواي هنا، زائد مشتقة التانية اللي هي مشتقة الواي بواحد في التانية اللي هي 2 إكس تربيع، أو آسف إكس تربيع بس لأن الاتنين أنا سايبها زي ما هي برا. وبعدين إحنا كنا هنا بنشتق بالنسبة للواي، فالمفروض نضرب في الواي داش تاني. يبقى إذن الاتنين برا، مشتقة الإكس تربيع هتديني 2 إكس في التاني اللي هو الواي، زائد مشتقة التاني اللي هو مشتقة الواي تديني 1، وهنضربها في الواي داش على طول في الأول اللي هو كان إكس تربيع. يبقى إذن 4 إكس تكعيب تنزل زي ما هي، 4 واي تكعيب واي داش زي ما هي، ناقص الاتنين دي هندخلها هنا وندخلها هنا، تبقى كام؟ تبقى سالب 2 في 2 تديني سالب 4 إكس واي، وبعدين سالب 2 إكس تربيع واي داش. لكن حضراتكم احنا عايزين مين؟ عايزين الواي داش، فهناخد الكميات اللي فيها واي داش مع بعضها ونحاول نتعامل معاها. يبقى إذن الأربعة إكس تكعيب ناقص 4 إكس واي خليناهم في اليسار مع بعض، وخدنا سالب 4 واي تكعيب واي داش لأنها في الطرف الثاني فبقت موجبة 4 واي تكعيب واي داش، وسالب 2 إكس تربيع واي داش هننقلها الطرف الثاني تديني 2 إكس تربيع واي داش. إحنا عايزين مين؟ عايزين الواي داش. حضراتكم شايفين هنا إن الواي داش موجودة هنا وممكن ناخدها عامل مشترك، فهنسحب الواي داش من هنا عامل مشترك ومن هنا برضو عامل مشترك، هيبقى لي 2 اكس تربيع اللي هي ديت و4 واي تكعيب اللي هي دي، وطبعا الواي داش عامل مشترك والطرف الايسر زي ما هو ما عملناش فيه اي حاجه. طيب احنا عايزين مين؟ عايزين الواي داش لوحدها. يبقى المفروض ان الكميه اللي موجوده معاها ديت هتروح الطرف الثاني. طب هي هنا مالها؟ هي هنا مضروبه، يبقى المفروض انها هتروح مقسومه، يعني معنى كده ان الواي داش بتاعتي هتساوي الاربعة اكس تكعيب ناقص اربعة اكس واي اللي هو دوت مقسوم على اتنين اكس تربيع زائد اربعة واي تكعيب. التمرين اللي بعد كده بنفس الاسلوب بالظبط، بيقول لي اوجد لي الواي داش لو كانت، طبعا دي ما تبقاش اف اوف اكس كده، الإكس تربيع زائد الواي تربيع زائد 2 إكس زائد واي ناقص 10 بتساوي 0. طبعا هنا الدالة دالة ضمنية فيها إكس وواي مع بعض، فإحنا بنشتق ضمنيا. يبقى نقول مشتقة الإكس تربيع تنزل 2 إكس، مشتقة الواي تربيع 2 واي بس بنضرب في الواي داش، مشتقة الاتنين إكس هي 2 لأن مشتقة الإكس بواحد، مشتقة الواي تديني 1 وبنضربها في الواي داش، مشتقة العشرة اللي هي العدد الثابت هتديني 0، ومشتقة الزيرو بزيرو. نرتب شغلنا، يبقى هنا 2 إكس زي ما هي، وهنا 2 واي واي داش زائد 2 زائد الواي داش بيساوي 0. احنا عايزين مين؟ عايزين الواي داش لوحدها، فناخد الكميات اللي فيها واي داش مع بعضها والكميات التانية نرميها في الطرف التاني. يبقى 2 إكس هتترمي هنا بسالب 2 إكس، وهنا الاتنين برضو هتترمي هنا، هيديني سالب 2 سالب 2 اكس، ويبقى لنا 2 واي واي داش اللي هو هنا زائد الواي داش لوحدها. طيب مش ملاحظين حضراتكم ان الواي داش اللي هي دي مكررة هنا وهنا، يبقى ناخدها عامل مشترك. اما ناخدها عامل مشترك هيبقى لي 2 واي من هنا وهيبقى لي 1 من هنا، يبقى اذا هيديني 2 واي داش 2 واي زائد الواحد مضروبة في الواي داش. طيب احنا عايزين مين؟ عايزين الواي داش لوحدها، يبقى المفروض ان الكمية اللي هي 2 واي زائد الواحد نوديها الطرف التاني هنا. طب هي كانت هنا مالها؟ كانت مضروبة، اما تروح هنا يبقى نقسم عليها، يبقى هنا 2 واي
اتنين واي زائد الواحد. يبقى إذن الواي داش بتساوي سالب اتنين سالب اتنين واي على اتنين واي زائد الواحد. آخر تمرين في مجموعتنا، المفروض إنه بيقول لي اوجد لي الاف داش اوف اكس لو، برضو هنا نفس الحكاية دي غلطة، لو الاكس تربيع والاكس تربيع واي تربيع ناقص اتنين اكس بيساوي اربعة ناقص اربعة واي. نبدأ الاشتقاق. مشتقة الاكس تربيع تنزل زي ما هي اتنين اكس، ما فيهاش اي مشاكل. دي عبارة عن مشتقة حاصل ضرب دالتين، دالة اسمها اكس تربيع ودالة تانية اسمها واي تربيع. نحسبها ازاي؟ نجيب مشتقة الاول اللي هو اتنين اكس في التاني اللي هو الواي تربيع، زائد مشتقة التاني من التاني اللي هي الاكس تربيع، مشتقتها اتنين واي، وحنضرب في المشتقة اللي هي الواي داش لان ده اشتقاق ضمني، وبعدين نضربه في الكمية الاولى اللي هي كانت الاكس تربيع. طيب ده بيساوي مين؟ مشتقة الاربعة تساوي زيرو لان ده عدد ثابت، ومشتقة سالب اربعة واي هتديني السالب اربعة، مشتقة الواي بواحد، ونضرب في الواي داش لان ده اشتقاق ضمني. نرتب شغلنا. الاتنين اكس تنزل زي ما هي، اتنين اكس واي تربيع هيت زائد اتنين واي واي داش مضروبة في الاكس تربيع بيساوي سالب اربعة واي داش. عايزين ايه؟ نخلي الحاجات اللي فيها واي داش مع بعضها، يبقى هنا في سالب اربعة واي داش، وهنا كان في اتنين واي واي داش اكس تربيع مع بعضهم، والحاجات اللي فيها اكسات وايات عادية ما فيهاش مشكلة، نخليهم في طرف تاني برضو. يبقى اذن الاتنين اكس والاتنين اكس واي تربيع هيترموا الطرف التاني. طب هما اشارتهم هنا موجبة، يبقى المفروض انه هيروحوا في الطرف الايمن باشارات سالبة. طيب وهنا السالب اربعة واي داش هنوديها الطرف التاني، هي كانت سالبة، فما تروح الطرف التاني تبقى اربعة واي داش بالموجب زائد الاتنين واي واي داش اكس تربيع. حضراتكم شايفين ان الواي داش مكررة في الاتنين، يبقى ناخدها عامل مشترك. يبقى اذا الواي داش اهيت، اما ناخدها من هنا يبقى نقسم الاربعة واي داش على الواي داش هتديني اربعة اللي هي دي، واما نقسم الترم ده كله على الواي داش يبقى الواي داش هتطير، هيبقى لي اتنين واي اكس تربيع، اتنين واي اكس تربيع بيساوي الطرف الايمن زي ما هو ما عملناش عليه اي عملية، فتديني سالب اتنين اكس سالب اتنين اكس واي تربيع. يبقى اذا الواي داش لوحدها بتساوي الكمية اللي موجودة في الطرف الايمن مقسومة على الكمية دي اللي هي اربعة زائد اتنين واي اكس تربيع. زي ما قلت لحضراتكم التمرين ممكن يجيلي ازاي؟ ممكن يجيلي ويقول لي هات لي المشتقة بس كده، او هات لي الواي داش. ممكن يجيلي ويقول لي هات لي السلوب او الميل الخاص بيه الواي داش، او يقول لي هات لي الايكويشن اوف ذا تانجنت او ايكويشن اوف اللاين نفسه. على سبيل المثال التمرين هنا بيقول لي ايه؟ اديني الايكويشن الخاصة بالتانجنت لاين اللي هو المماس للمنحنى اللي معادلته اكس تربيع زائد الواي تربيع بتساوي 36 عند النقطة 3 و4. طيب احنا كنا هنعمل ايه؟ هنيجي نقول الاكس تربيع زائد الواي تربيع بيساوي 36، نروح نشتقه. الاكس تربيع هتديني 2 اكس ما فيهاش مشكلة، انما الواي تربيع هتديني 2 واي، ونضرب في الواي داش بيساوي 36 مشتقات هتديني 0. طيب حضراتكم شايفين هنا مين المجهول؟ انا عندي الواي داش دي مش عارفينها واحنا محتاجينها. طيب عندك الاكس وعندك الواي، ما هو مديني النقطة اللي هي كانت 3 و4، يبقى نعوض كده نقول 2 ضرب 3 زائد 2 في الواي، بلاش الواي طبعا، 2 الواي قيمتها كانت ب 4، 2 في 4 في 4 دي واي داش بيساوي 0، 2 في 3 ب 6 زائد 8 واي داش بيساوي 0. يعني معنى كده انه الست سالب 6 بتساوي 8 واي داش، يبقى اذا الواي داش لوحدها كانت بتساوي سالب 6 على 8، اما نقسم على 2 تبقى سالب 3 على 4. مين السالب 3 على 4؟ ده الميل بتاعك.
طيب واحنا عشان نكتب معادلة المماس أو معادلة الخط المستقيم، مش كنا بنقول الواي ناقص أو بتساوي الميل في الإكس ناقص الإكس واحد زائد الواي واحد؟ طيب الميل اللي هو إيه؟ اللي هو مشتق الأولى اللي احنا طلعناها سالب 3 على 4 في الإكس ناقص الإكس واحد، الإكس واحد والواي واي واحد اللي هي النقط، يبقى إكس ناقص 3 زائد الواي واحد اللي هي 4. يبقى إذن المعادلة الخط المستقيم اللي هو مماس للمنحنى إكس تربيع زائد الواي تربيع بتساوي 36، واللي بيمر بالنقطة 3 و4 هتطلع بالشكل دوت. وده الشكل أو الفكرة العامة بتاعت التمرين من النوع ده.